السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي، مرحبا بكم في حلقة جديدة وإعلان جديد. في هذا الإعلان إخواني جبت لكم واحد الشركة اللي هي شركة مشهورة بزاف، سميتها ديلتا هولدينغ، وهي مجموعة شهيرة بزاف. المقر ديالها كاين في الصخيرات وكتعمل في العديد من المجالات بحال البنية التحتية، المعادن، المياه والبيئة والمواد الكيميائية. دارت هذه الشركة هذه واحد الإعلان للتوظيف ديال 3 ديال المناصب، يعني اللي هما شارجي دو كومونيكاسيون اي ماركتينغ، وكاين تكنيكو كوميرسيال ريجيون كازابلانكا، تكنيكو كوميرسيال ريجيون فاس. وغادي نشوف اخواني كل منصب والمتطلبات ديالو باش ندفعوا ليه اخواني. غتشوف اخواني هنايا على حسب كل منصب، قلنا بان شارجي دو كومونيكاسيون اي ماركتينغ كيطلبوا فورماسيون باك بلس 5 افيك اون بروميير اكسبيريونس كونفيرمي دون لا ميم لو ميم بوست، يعني كيطلبوا باك بلس 5 والاكسبيريونس كتكون اكسبيريونس على حسب البوست ديالك، يعني ديال الكومونيكاسيون اي ماركتينغ، يعني المسؤول الاتصالات والتسويق. نشوف هنا التكنيكو كوميرسيال لا ريجيون ديال كازابلانكا كيطلبوا باك بلس 2 او لا بلس 3 افيك البروميير اكسبيريونس دون لو ميم سيكتور داكتيفيتي. ونفس الشيء اخواني بالنسبه للتكنيكو كوميرسيال لي ريجيون ديال فاس، باك بلس 2 او بيان بلس 3 افيك اون بروميير اكسبيريونس دون لو ميم سيكتور داكتيفيتي. يعني هادو هما المناصب اخواني بثلاثه اللي هما المسؤولين على الاتصالات والتسويق، وهنا تقنيه التجاره في لا ريجيون ديال كازابلانكا وتقنيه التجاره في لا ريجيون ديال فاس. وهنا الا توفرت فيكم اخواني هاد الشروط هادو ما تترددوش تدفعوا لهاد الشركه هادي، لانها شركه كبيره بزاف في هذا المجال دلتا هولدينغ، وهي عندها بزاف ديال المجالات بحال البنيه التحتيه والمعادن والمياه والبيئه وكذلك المواد الكيميائيه. وهي كاينه في المقر ديالها كاين في الصخيرات كيف قلت لكم. وطريقه ديال انكم تصيفطوا الطلب ديالكم راه ساهل ماهل، يعني الطريقه ضحت لكم هذا الايميل هذا في صندوق الوصف. حاولوا انكم تصيفطوا الايميل ديالكم من الجيميل ديالكم الشخصي وفي بلاصه ديال لوبجي، يعني في الموضوع او البلاصه ديال لوبجي في الجيميل. حاولوا ديروا اخواني اش من بوست بغيتوا تخدموا فيه، يعني على حسب النيفو ديالكم. مثلا عندكم انتم النيفو مثلا باك بلس 5 وعندكم هذا الكوميونيكاسيون اي ماركتينغ، تدفعوا لهذا وفي في لوبجي ديروا شارجي دو كوميونيكاسيون اي ماركتينغ. او لا مثلا عندكم مثلا تكنيكو كوميرسيال، ديروا في لوبجي تكنيكو كوميرسيال تكنيكو كوميرسيال وحطوا السي في ديالكم في بيس جواند مع ليتر دو موتيفاسيون وتوكلوا الله. وكنتمنى لكم التوفيق اخواني، وهذا هو الاعلان ديال اليوم، هذه الخدمه ديال اليوم اخواني. كنتمنى لكم تضغطوا على زر اللايك لهذا الفيديو هذا والاشتراك اللي مازال ما اشتركش في القناه، وما تنساوش الزر ديال الجرس باش اي حاجه حطيتها في القناه توصلوا بها انتم الاولين. وكنتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.